بعد تأثيرات الحالة المطرة على أجزاء من المملكة، تراجع تدريجي على هذه الحالة والأجواء تستقر من جديد. التفاصيل في النشرة الأسبوعية بعد هذا الفاصل. تبقى تأثيرات الأحوال أو الحالة المطرية على المملكة لنهار يوم الأحد في بعض المناطق، لا سيما الأجزاء الوسطى من البحر الأحمر بما في ذلك مدينة جدة وأيضا منطقة مكة المكرمة والطائف وأجزاء من المدينة المنورة، مع أيضا استمرار هطول الأمطار الرعدية في بعض الأجزاء الشمالية، في حين تنتشر السحب والغيوم في باقي مناطق المملكة وتكون الأمطار الرعدية حاضرة في تلك المناطق التي ذكرناها، وقد تؤدي إلى جريان الأودية وتشكل السيول في بعض المناطق، وتكون على شكل تخريج بحرية قادمة من البحر باتجاه مناطق اليابسة وأخرى تتطور داخليا في داخل المملكة. أجواء مستقرة في العاصمة الرياض والمنطقة الشرقية والجنوبية الغربية من المملكة. يوم الاثنين تبقى فرص الأمطار الرعدية أيضا قائمة في المناطق الوسطى المطلة على البحر الأحمر، وبالتالي المزيد من الفرص للأمطار الرعدية في العاصمة مدينة جدة، ولكن تكون الذروة ليوم الأحد على وجه التحديد مع بقاء الفرص قائمة يوم الاثنين. بعض فرص الأمطار الرعدية فوق مرتفعات جنوب غربي المملكة، كما تمتد هذه الحالة المطرية تشمل الأجزاء الشمالية الحدود الشمالية من المملكة وربما أيضا الأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة، في حين يبقى الطقس مستقر في باقي مناطق مثل الأجزاء الشرقية والعاصمة الرياض، وتستقر أيضا الأجواء في المناطق الشمالية الغربية من المملكة. تستقر الأجواء تماما يوم الثلاثاء مع ارتفاع على درجات الحرارة، والأجواء تصبح مستقرة ومشمسة بعد انتهاء هذه الحالة الماطرة، ترتفع مثلا في العاصمة الرياض إلى 31 درجة مئوية، ولا تغيير شامل متوقع الحالة الجوية يوم الأربعاء مع انتشار بعض السحب والغيوم المتوسطة والعالية في بعض المناطق، وتبقى درجات حارة في ذات النطاق. تعود فرص الأمطار الرعدية من جديد نهاية هذا الأسبوع يوم الخميس، لكن فقط في أقصى المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية الغربية، في حين تسود أجواء مستقرة في كافة المناطق مع تراجع مرتقب على درجات حارة خاصة في ساعات الليل في بعض المناطق، ولا تغييرات هامة على الحالة الجوية حتى يوم الجمعة المقبلة، لكن مع المزيد من التراجع على درجات حارة وسيطرة أجواء خريفية مستقرة في مناطق مختلفة من المملكة. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية لهذا الأسبوع. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.